السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، كنتمنى باش تكونوا بألف خير إن شاء الله. اليوم كما كتشوفوا معايا راني مصورة لكم فور أونكاسترابل. غادي نتكلموا على أهم حاجة اللي كاينه في الفران واللي خاصنا ننتبهوا ليها كاملين قبل ما نشريو الفران، أو لا قبل ما نمشيو نشوفوا الفرانات اللي كاينين في السوق. بالنسبه لبزاف ديال الناس راهم حتى كياخذوا الفران ويديوه بواحد المده، ونهار كيجيو يطيبوا فيه كيلقاو بزاف البرامج ناقصين وكيكونوا مهمين بزاف. هاد المشكل في الصراحه وقع ليا حتى انا فاش خديت الفران ديالي، ما انتبهتش البرامج ديال الفران، وتقريبا واحد شهرين ولا 3 شهور عاد فكرت انني نطيب الكيك في الفران وما لقيتش اهم برنامج. شاني نقول لكم، اهم برنامج في الفران هو البرنامج اللي تيكون خاص بالطياب من الاسفل فقط، يعني انني نشعل الفران ديالي من الجهة السفلية فقط. غادي نوريكم الفور ديالي اللي انا خديت. كما كتشوفوا معايا راه لا مارك بوش. غادي نشوفوا انا وياكم لي بروغرام، وغادي نوريكم بالضبط البروغرام المهم اللي خاصو يكون في الفور وتنتبهوا له قبل ما تفكروا انكم تمشيو تشريو الفران، او لا ملي تكونوا كتشوفوا. اول حاجه كما قلنا هي تشوفوا لي بروغرام، يعني البرامج ديال الفران، انهم يكونوا كاملين ما يغركمش الثمن. راه غتلقاو دي فور اللي الثمن ديالهم ناقص وغادي يعجبكم الشكل، ولكن البرامج ديالهم ديال الطياب راهم ناقصين. غادي نوريكم الفران ديالي كما كتشوفوا. بالنسبه لحراره الفرن، الاغلبيه راه كتكون واحد 270 درجه فيهم كاملين. كما كتشوفوا كتبدا من 50 وانت ماشي. بالنسبه لهاد الفور هذا راه فيه هاد المفاتيح اولا لي بوطون تيكونوا لداخل، حتى كتبغي تخدمو عاد كتخرجو وكتدور الحراره اللي انت باغي. هنا كما كتشوفوا معايا ديما كتكون عندي مافيشيه الساعه. كنت باغا ندير لا مينوتري، يعني الوقت ديال الحاجه اللي غادي نطيب، فانا كنضغط على هادي وكنختار الدقائق اللي انا بغيت، اما 12 13 15 حتى ساعه. كما قلنا هنايا كنديروا الوقت ديال البرنامج. مثلا غنطيب انا كيكه، راني كندير ليها ساعه ديال المكانه، في الصراحه كندير ليها 60 دقيقه حيت انا ما عنديش البرنامج كما كتشوفوه معايا هنايا ديال الطبخ من الاسفل بوحدو، راه ما عنديش. كما كتشوفوا حتى انايا راني خديت هذا الفران ودازت مده، عاد اكتشفت بان البروغرام ديال تحت بوحدو ما كاينش. والصراحه الا بغيتو تطيبو غير كيكه راه ما يمكنلكش طيبي كيكه وتشعلي عليها من الفوق ومن التحت في نفس الوقت. الا درتي من الفوق ومن التحت في نفس الوقت فراها غادي تحمر لك قبل ما غادي تنفخ، وما غاديش تنفخ ليك مزيان حيت الحراره كتهبط عليها من الفوق، ما غاديش تخليها تطلع، يعني غادي تلقاو مشكله في الكيك، في بزاف ديال الحوايج اللي نتوما كتبغيو طيبوهم غير من الجهه التحتانيه، ما كتبغيوش الحراره تنزل عليهم حتى من الفوق. بالنسبه ليا انايا من بعد ما جربت هاد لي بروغرام هادو واللي كتشوفوا معايا كاملين، وليت تنطيب الكيك ديالي في هاد البروغرام هذا، في هاد البرنامج هذا اللي كتشوفوه انه فيه الفونتيلاتور متقطع. غادي نشرح لكم بعجاله هاد لي بروغرام اللي عندي هنا وكل واحد لياش كيصلح. بالنسبه لهذا البروغرام هذا اللي غادي تلقاوه، راه غادي تلقاوه في بزاف ديال لي فور، فهاد البروغرام الا مشيتو انكم اختاريتوه كما كتشوفوا معايا راه اون فوا تنشعل كيشعل الفران. مهم غادي نطفيه باش ما يشعلش. الا اختاريتو هاد البرنامج هذا فهذا كيعني انك كتسخن الفران ديالك في الحراره القصوى ديالو في 2 دقائق، يعني في 2 دقائق يمكن ليا انا الفور ديالي يسخن ليا الماكسيموم. مي الا خدمت شي بروغرام واحد اخر وبغيت الماكسيموم راه غادي ياخذ ليا واحد 7 دقائق حتى 8 دقائق. بالنسبه لهاد الفونتيلاتور المدوره فهي كتعني بروغرام 3 دي او برنامج
كامل، يعني يمكن لك طيب جوج ديال لي بلا على فوا، طيب جوج ديال الطباسل في نفس الوقت. هذه هي نفسها، هذه الفرق بين هذا البرنامج هذا اللي متقطع وهذا البرنامج هذا، هو انني الا درت 150 درجه في هذا البرنامج غادي تعطيني الحراره اكثر من 150 درجه في هذا البرنامج. يعني كاين شي حوايج اللي نتوما غتبغيو طيبوهم في نفس الوقت، كما قلت لكم جوج ديال اللاطات طيبوهم في نفس الوقت وما خصكمش الحراره تكون مجهده، فانتوما غتستعملوا هذا البرنامج هذا. من بعد كاين هذا البرنامج هذا لاغري من الفوق، يعني الشوايه، هذه الشوايه والمروحيه، هذه من الفوق ومن التحت. ديما كنقول لكم بالنسبه للناس اللي كتبغي طيب الخبز في الفران اون كاسترابل، طيبوا بهذا البرنامج هذا ديال من التحت ومن الفوق في نفس الوقت على درجه حراره تقدر توصل حتى ل 240 250 درجه. وبالنسبه لهذا البرنامج هذا غتلقاوه في بزاف ديال لي فور، ماشي غير الفران ديال بوش. هذا كيعني ديكونجلاسيون، يعني شي حاجه عندك في الفريغو وبغيتي ما تبقاش جامده فغتخدمي هذا البرنامج هذا، ولكن ما غاديش تقيسو هنا في الحراره، الحراره غادي تكون صفر درجه، يعني ما غنخدموش نهائيا حراره الفرن اولا لا طومبيراتور ديالو، ما غاديش نخدموها، كنخليوها في الصفر وتنشعلو هذا البرنامج هذا باش نديكونجليو. دابا غادي تخليكم معايا باش غادي نوريكم الفور ديال بوش اللي فيه لي بروغرام اللي انا ناقصيني، البرامج اللي انا ناقصيني، غادي نوريهم فرن اخر وراه نفس هذا الفرن باش نقول لكم انتبهوا فاش تكونوا كتشريو، راه نفس هذا الفرن ديالي ولكن فيه البرامج كاملين. وبالنسبه للفرن اللي انا دويت لكم عليه وقلت لكم بحال الفران ديالي، راه هو هذا اللي غتشوفوا معايا دابا، راه نفس الموديل اللي عندي انا في الدار ديالي. الفرق بينه وبين هذاك اللي خديت هما البرامج، غادي نوريكم البرامج اللي انا عندي ناقصين في الفرن ديالي وكاينين في هذا الفران. كما قلنا بالنسبه لمارك بوش فهي ماركه معروفه ديال المانيا، لا كاليتي ديالها زوينه بزاف وحتى الشكل ديالها زوين. بالنسبه للحراره كما كتشوفوا نفس الحراره اللي انا عندي في الفرن ديالي، كتبدا من 50 حتى ل 270 درجه. عنده لا فيشر كما شفتوا معايا من قبل، هنا كندير الوقت وكتكون الساعه ديما افيشي، يمكن لكم تحكموا فيه وديروا الوقت اللي نتوما بغيتوا. وبالنسبه للبرامج غادي تنتبهوا معايا، بالنسبه لهذا راه زايدين فيه هذا البروغرام هذا ديال من التحت بوحدو، شوفوا معايا مزيان من التحت بوحدو، راه ضروري 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 يكون عندكم في الوفور، انتبهوا قبل ما تشريو، هذا برنامج ضروري ما غاديش يمكن لكم تستغناو عليه، وغادي تلقاو مشكله في الطياب ديال بزاف الحوايج الا ما كانش عندكم في الفران ديالكم. وبالنسبه للبرامج راه كما ديالي، كما كتشوفوا الحراره في جوج دقائق، الفونتيلاتور كامله، الفونتيلاتور مقطعه، كاين ان بروغرام ديال البيتزا ما عنديش في الفرن ديالي من التحت بوحدو، لاغري بالفونتيلاتور من الفوق ومن التحت في نفس الوقت، والديكونجلاسيون. هاد لي بوطون ديما انا كنخليهم لداخل على حسب الدراري الصغار باش ما يمكنهمش يشعلوا ليا الفران، هادوك راه سيكوريتي ديال الفور، هما داك لي بوطون يكونوا لداخل، وحتى في التنظيف ديالو تيكونوا لداخل، كيسمحوا لك انك تنظفو غير بشويه ما كتدخلش شي حاجه مع الجناب. بالنسبه للفور من الداخل راني ما وريتكمش ديالي، غادي نوريكم هذا، فيه طبصيل كما كتشوفوا، فيه شبكه، فيه هذا الحديد ديال الجناب، راه حتى هو ضروري حيت هو اللي كيسهل لكم الماموريه ديال ان الشبكه تخرج بسهوله كما كتشوفوا، والطبصيل حتى هو يخرج بسهوله. كاين بزاف ديال الفور راه ما كتلقاوش معاهم داك الشبكه ديال لينوكس اللي في الجنب، وتيكون الادخال ديال داك اللاطا اولا الشبكه تيكون شويه صعيب، مي على العموم ماشي مشكل في داك لينوكس ديال الجناب، المهم هو البرامج ديال الفور كما قلنا. اصدقائي كنتمنى باش تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو ديال اليوم، كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. بالنسبه للناس لاول مره كتشوف القناه ديالي وكتشاهد الفيديو ديالي، كنتمنى انكم ما تدخلوش عليا بالاشتراك، خليوا لي جيم، اي استفسار اي تساؤل خليوه لي في التعليقات، غادي نجاوبكم كاملين ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله.